في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن يصلي المسلم الصلاة الراتبة قبل الأذان بدقائق معينة كخمس دقائق أم لابد بعد الأذان مباشرة؟ الراتبة القبلية كالركعتين أو الأربعة التي قبل الظهر يصليها الإنسان إذا دخل وقت الظهر، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، المهم دخول الوقت. إذا دخل الوقت بأن زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وبان الظل من جهة الشرق، حينئذ يكون قد دخل وقت الظهر، فيصلي الراتبة سواء كان قد أذن المؤذن أو لم يؤذن. نعم.